عبارة الإسلام وتقدير الإنسان أيا كان لونه تتجلى في سيرة صحابي جليل له مكانة خاصة في التاريخ الإسلامي، بلال بن رباح. هو بلال بن رباح البرسي التيمي رضي الله عنه وأرضاه، مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأمه حمامة، ويكنى بأبي عبد الرحمن، وقيل بأبي عبد الكريم، وقيل بأبي عمرو، وقيل بأبي عبد الله، من مواليد الصهاد في أهل الشام، من موالي بني تيم. هذا عنه أبو عمر، له أخ اسمه خالد وأخت تسمى أفيرة أو عبرة، وهي مولاة عمر ابن عبد الله رضي الله عنهما. يتصف بلال بن رباح رضي الله عنه من الناحية الخلقية بأنه آدم شديد الأدمة، هي السمرة، ونحيف وطويل وأجنى، أي ينير أعلى ظهره على صدره، خفيف العارضين، كما كان كثير الشعر ولا يغير صيبه. ومن مناقبه رضي الله عنه رقية النبي صلى الله عليه وسلم له في الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة، إنني دفنت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، وإطلاق السيادة من مناقبه العظيمة. كان خازنا للنبي صلى الله عليه وسلم على بيت المال، كان حاملا لعنزة النبي صلى الله عليه وسلم، أي السترة التي يصلي إليها المصلي، لتكون حاجزا بينه وبين المار. فأجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن بلال كان يحمل العنزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد وهو يؤذن. كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من أذن له في الإسلام، مؤذن الرسول وسيد المؤذنين. تعود أسره إلى الحبشة، وكانت أمه حمامة أمة لبني جبش. كان ممن تعرض للأذى في الدين فصلى، وكان شديد التوكل على الله تبارك وتعالى. نشأ بلال عقبا يخدم السادة ويطيعهم حتى عرف الإسلام. كان من السبعة السباقين إلى إعلان إسلامهم، وكاد هذا يكلفه حياته، فكبد وعانى الأمرين وهو العبد المستضعف. ذاق بلال الصنوف العذاب ليعود عن بين الله، وخصم سليده أمية بن خلف بأبشع أساليب التنكير، لكنه ثبت على الدين الحق مرددا: أحد أحد. عبارة خالدة عظيمة تخبر عن صدق الإيمان. أراد الله النجاة لبلال، اشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه لينعم بالحرية في كنف إسلام دي بالله العدل الذي يتساوى فيه البشر من كل لون وعرق. هاجر بلال إلى يثرب، ويقان آخر رسول بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح. هداه الله إلى الإسلام، فرفع الإسلام قدره برفقة النبي الكريم نعم، وفي مدرسة النبوة تعلم، شهد مع النبي غزواته وأخذ عنه الكثير، فكان له عظيم أثر في شخصيته. كان بلال صادق العتيبة طاهر القلب والسريرة، جم التواب ليرلم مكانته، ومن مأثور كلماته: إنما أنا حبشي كنت بأمس عبدا، أحب الرسول صوته الندي. واحتاره مؤذنا حين شرع الأذان، فكان أول مؤذن في الإسلام. رفع الأذان في مسجد النبي لدعوة أهل المدينة إلى الصلاة لأول مرة. Oh.
ارتفع صوته مناديا بالحق في أرجاء مكة يوم الفتح، وعرف عن النبي قوله أرشنا بها يا بلان. حزن على وفاة النبي حتى بكى حين ذكره في عبادة التشهد بالأذان. توفاه الله نحو العام 20 للهجرة، وعن عظيم مكانته في ظل الإسلام روى زيد بن أرقم قال رسول الله نعم المرء بلان، هو سيد المؤذنين ولا يتبعه إلا مؤذن، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.